من جديد مستمرون في هذه التغطية لمواكبة آخر تطورات الحرب في أوكرانيا. هذا وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل أن أوكرانيا طلبت دعما بالمعلومات حول الوضع الجغرافي، وتم تكريس مركزا للأقمار الصناعية في مدريد لتلبية هذا الطلب. هذا وأعلن بوريل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصممون على توفير مساعدات عسكرية وزيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا، مشددا على أن دول الاتحاد الأوروبي ستعزز حزمة العقوبات على بيلاروس وكل من يتعاون مع روسيا. يوجد اليوم في بيلاروسيا استفتاء، دعونا نسميه استفتاء وهميا، من أجل اتخاذ قرار بتعديل الدستور ومنح بيلاروسيا وضع دولة نووية. هذا أمر خطير للغاية. نحن نعرف ماذا يعني أن تصبح بيلاروسيا دولة نووية. هذا يعني أن روسيا ستضع أسلحة نووية في بيلاروسيا، وهذه خطوة في غاية الخطورة. هذا ووصف المندوب الأوكراني في الأمم المتحدة إن أوامر بوتين بوضع القوى النووية في وضعية الاستعداد بالجنون. كما وأضاف المندوب الأممي أن روسيا تستخدم كافة إمكانياتها العسكرية لمهاجمة أوكرانيا، محذرا من مستوى الإشاعات التي ازدادت بعد سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية. هذا وقال إنه لا يمكن إحصاء عدد الضحايا في بلاده جراء الحرب، مشددا على أنه ما يجري في أوكرانيا سيكون له تأثير مباشر على أوروبا. بينما كنا جميعا في طريقنا إلى الجمعية العامة اليوم، قصف الجيش الروسي بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة المناطق السكنية في مدينة خاركوف. مستوى التهديد للأمن العالمي كان مساويا لمستوى الحرب العالمية الثانية أو حتى أعلى بعد أمر بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب. هذا أمر جنوني. الدولة التي تحاول احتلال أوكرانيا منذ عام 2014 شغلت مقعدا دائما للعضوية في المجلس منذ عام 91، لذا فإن مجلس الأمن لم يكن قادرا على التصرف بسبب نهج الأحادي الجانب وغير المتوازن. الطرف المذنب الوحيد هو روسيا. من جهته قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة إن احتلال أوكرانيا ليس هدف العملية العسكرية. كما أضاف مندوب روسيا خلال كلمته أمام جلسة الجمعية العامة الطارئة أنه كان يجب التدخل لحماية سكان لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا أن الغرب أغرق أوكرانيا بالسلاح وأن نظام أوكرانيا يمثل تهديدا لنا. نعم، إذن هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس عن وقف لإطلاق النار، محذرا من تداعيات كارثية حال استمرارها. هذا وقال غوتيريش في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية، وأن الأوان لم يفت بعد اللجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عن وقف إطلاق النار. يؤدي تصعيد العمليات العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الروسي في أوكرانيا إلى تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان، ونحن نعلم النتيجة الحتمية للحرب، خسائر في صفوف المدنيين وإجبار النساء والأطفال والرجال على ترك منازلهم، والجوع والفقر والاضطراب الاقتصادي الهائل. الصراع هو إنكار تام لحقوق الإنسان في جميع المجالات. عودة إلى العاصمة كييف وإلى موفد آي 24 نيوز، أدهم حبيب الله مرحبا بك أدهم مجددا، هل من جديد لديك؟ يعني بالطبع لورين، قبل قليل كما قلنا استمعنا لصفرات الانذار وأيضا الانفجارات التي وقعت والمستمرة من القصف الروسي على المدينة، وبالطبع كما أشرنا في السابق لأن هذه المدينة يعني تشهد حظر جوي تجوال طيلة ساعات الليل، يبدأ من الساعة 7. وإذا ما أخذنا بنظرة يعني بالطبع الشوارع الفارغة بإمكاننا يعني الذهاب، هكذا تبدو شوارع العاصمة كييف فارغة حتميا من التنقل وأيضا من
الناس، هناك التزام تام بالطبع من الجميع بكافة الأوامر، ويعني نحن نتواجد بالشارع الرئيس لهذه المدينة كما تشاهدون، هذه هو الحال. بالطبع اليوم يعني تم السماح بعض الشيء لبعض المواطنين بأن يخرجوا وأيضا بأن يقوموا بشراء احتياجاتهم، على ما يبدو أن كان هناك يعني قرار أولا اليوم بتزويد الناس باحتياجاتهم والسماح لهم بالخروج، وأيضا باقتناء بعض الحاجيات الأساسية. ولكن أيضا أنا أود أيضا أن أتطرق إلى نقطة هامة لورين. اليوم يعني غالبية الصحافة تم إجلاؤها من مدينة كييف، نحن وصلنا اليوم بطبيعة الحال في صبيحة اليوم، ولكن غالبية الصحفيين تم إجلاؤهم من العاصمة. تم أيضا إصدار أوامر للمدنيين بالخروج، كما قلنا على ما يبدو بأن هناك أنباء تتحدث على أن هذه الليلة هي ليلة مصيرية، وهناك من وصفها بالليلة السوداء على العاصمة كييف. هناك من يرى بأن هذه الليلة ستكون يعني شبيهة بحرب الشوارع، وبالطبع هذا هو الحال الذي كان خلال اليوم في الساعة الأخيرة. نعم يعني أدهم، كما نرى وكما رصدت لنا بأن يعني التوتر والقصف مستمر تحديدا في العاصمة الأوكرانية، واليوم أيضا مسؤول في البنتاغون قال بأن روسيا لم تحاول حتى الآن اعتراض تدفق الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا. هل المساعدات تصل إلى الأراضي الأوكرانية في هذه المرحلة؟ يعني بالطبع نحن نشاهد يعني بين الحين والآخر يعني وصول هذه الإمدادات، سنعلم ما هو مصدر بالطبع هذه الإمدادات العسكرية. ولكن يعني بالطبع الإمدادات العسكرية احنا نتحدث عن لورين عن أسلحة خفيفة، لا نتحدث هنا بطبيعة الحال الأسلحة الثقيلة اللي نتحدث عنها هي ترتبط بالدفاعات الجوية، ترتبط مثلا بأسلحة متطورة، أسلحة يستطيع بها الجانب الأوكراني مواجهة بطبيعة الحال الجيش الروسي القوي. وهذه الأسلحة قد لا نراها هنا بالعين المجردة أو خلال تجوالنا في المدينة، هذه الأسلحة قد تكون أسلحة ثقيلة جدا، قد تكون على الحدود، أسلحة قد تكون منتشرة في مناطق أخرى. وبطبيعة الحال يعني على الأقل يعني نحن الأمور التي نشاهدها هنا هي أمور أكثر تتعلق بتسليح المواطن الأوكراني، هي تتعلق بالبنادق، تتعلق ببناء سترات ترابية. يعني مثلا لربما قد يكون المضحك المبكي مثلا في هذا السياق هو استعمال مثلا الطاولات من المحال التجارية ومن المطاعم ومن المقاهي كسترات واقية في المحلات الشعبية أو الحارات الشعبية. ولكن عند المدن الرئيسة، المفارقة الرئيسة وعند المداخل الرئيسة هناك تواجد كثيف والدبابات تقف وجها لوجه. نحن اليوم استطعنا أيضا الوصول، ربما أيضا يعني قد تشاهدون ذلك بالصور والفيديوهات التي أرسلناها، وقوف الجيش الأوكراني والدبابات عند إحدى المداخل الرئيسة بالطبع، وكان هناك اشتباكات وانفجارات وأيضا وجود للدبابات التي تستعد وتواجه ويعني تحاول صد دخول القوات الروسية من كافة المناطق. ولكن هناك أنباء كما قلت في السابق تشير إلى أن هناك مخاوف أوكرانية من وجود قوات فاغنر، هذه القوات المتواجدة داخل المدينة لربما وهي تتواجد بالطبع في مناطق أخرى قد تثير القلق. ونحن كنا في السابق في مدينة أوديسا وتحدثنا مع الناس مثلا، قالوا يعني نحن لدينا الشعور بالخوف بسبب وجود أشخاص موالين بالطبع لروسيا، وهذا لربما قد ينعكس من خلال التجوال وأيضا الحركة العامة وأيضا حركة التنقل، هناك صعوبات كبيرة. وأيضا في هذا السياق أنا يعني أود أن أضيف أن قضية تدفق المهاجرين لا تزال لورين حتى اللحظة، وأيضا ظروفهم الصعبة وقضية تنقلهم من منطقة إلى منطقة هي سيئة جدا، هناك تعطيل لحركة القطارات. نعم أدهم، وفي هذا السياق أيضا يعني أنت كنت قد رفقت مواطن أوكراني في رحلته، رحلة تنقله من أوديسا للعاصمة كييف لإنقاذ والده، لنشاهد هذا.
في الوقت الذي تحاول فيه روسيا إيجاد حلول اقتصادية بديلة بعد فرض عقوبات غربية اقتصادية عليها، كان آخرها قرار إخراجها من نظام سويفت العالمي. بدأ يظهر جليا تأثير القرار الغربي على شتى القطاعات الداخلية الروسية، أبرزها القطاع التجاري والاستثماري. نعم، عودة إليك زميلة فاطمة لتطلعينا، هل هناك تصريحات سياسية جديدة؟ نعم، إذن تكملة للتصريحات الواردة من الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن حظر قناة روسيا اليوم، والتي هي يعني إعلام روسي، سوف يتم حظرها من بلاده خلال ساعات قريبة. وأيضا يشير إلى أن المشروع الذي ستتقدم به بلاده لمجلس الأمن اليوم سيدعو إلى وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأيضا البنك المركزي الروسي يعلن عن إغلاق البورصة الروسية حتى يوم الثلاثاء. وهنالك صور لأقمار صناعية أمريكية تظهر أن هنالك قوات وقافلة روسية تتقدم صوب كييف، وهذه القافلة تمتد إلى 27 كيلومتر ومحملة بمئات العتاد العسكري وتتجه نحو كييف. وأيضا هنالك نبأ أخير وارد من حرس الحدود البولندي، والذي يشير إلى أن هنالك أكثر من 300 ألف أوكراني دخلوا إلى البلاد منذ بدء الأزمة. وهناك أيضا توقعات بأن يكون هناك أكثر من 7 ملايين لاجئ على ضوء هذه التطورات. لورين، إذن هذه آخر التصريحات السياسية الواردة من هناك. نعم، إذن كان هناك خلل في بث تقرير مفادنا أدهم حبيب الله الذي رافق به مواطن أوكراني، ولا أعلم إن كان هناك يمكن الذهاب إليه في هذه المرحلة لنشاهد. نعم، إذن بعد قليل سنعود إلى هذا التقرير، وسنعود حاليا إلى موفدنا أدهم حبيب الله. أدهم، هل من جديد لديك في هذه الدقائق؟ يعني بالطبع كما قلنا حتى اللحظة يعني الهدوء، وبالطبع يعني بين الحين والبين يعني بين كل فترة نحن نستمع إلى صفرات الإنذار. لكن لورين يعني هناك قضية هامة أيضا لمسناها اليوم خلال حديثنا مثلا مع الجنود الأوكرانيين هنا في المدينة، اللافت للنظر قضية التقارب والتعاطف مع إسرائيل بشكل رهيب. يعني عندما وصلنا إلى العديد من المناطق، يعني على ما يبدو بأن قضية الجالية اليهودية وتواجدها هنا لديه مركز يعني مركز هام جدا. هناك تعاطف وهناك تقارب، يعني حتى عندما نستمع بعد قليل ستعرضون التقرير يعني، لكن أيضا عندما نستمع لبعض القصص أنت نحن نلمس عن علاقات الصداقة، تواجد الأوكراني في إسرائيل، العلاقات المرتبطة أيضا يعني قضية التعاطف. هذا تجلى ربما بالمواقف السياسية السابقة، إن كانت للرئيس الأوكراني فلاديمير زولينسكي عندما زار إسرائيل، وإذا أبدأ تعاطفي بكل ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وهذا ما يتجلى أيضا بالتصريحات الإسرائيلية المتبادلة، وأيضا لربما الإدانة الإسرائيلية لروسيا بهجومها على أوكرانيا في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. ولذلك هذا التبادل أيضا يمكن لمسه على أرض الواقع، ويعني من تفاجأ لا يمكن أن يتفاجأ، لأن حتى الشعب البسيط يعني لديه نوع من التعاطف في هذا السياق، وأيضا نوع من التقارب مع الجانب الإسرائيلي. نعم، إذن أدهم، وجيش الروسي كان قد أعلن أن قوات الردع النووية باتت في حالة تأهب قصوى تماشيا مع تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، والوزير الخارجية الأوكراني من جانبه كان قد قال إن حديث بوتين عن سلاح نووي هو ضرب من الجنون. قبل أن نستمر معك لنشاهد تقرير حول في هذا السياق، نعم، إذن على ما يبدو أن يعني أيضا هذا التقرير لم يبث. إذن أدهم، يعني بالحديث عن موضوع السلاح النووي الذي تحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين، ما هو يعني كيف ينظر الشارع الأوكراني إلى كل هذه التعليمات من قبل الرئيس فلاديمير بوتين؟ يعني بالطبع هو سلاح ذو حدين، وهذا يعني يشير إلى أن
هناك وضعية يعني بأن بوتين حتى الآن لم يستنفذ كامل القوة التي تمتلكها روسيا، وهو يوجه رسالة واضحة للغرب. نريد في هذا السياق وأيضا في سياق السؤال، في أوكرانيا هناك من يعتقد بأن الحرب هذه ليس فقط على أوكرانيا، إنما هي حرب بين روسيا والغرب على العديد من القضايا المتعلقة بالأمن في المنطقة، المتعلقة بأمور أخرى ربما تتعلق بالصراع التاريخي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وربما الورقة التي يلوح بها بوتين هي أوكرانيا، ولذلك يجب ترتيب كافة الأوراق. ولذلك عندما نتحدث عن مسار المفاوضات نحن نريد أن نتحدث ونقول يعني بشكل سريع بأن هناك مساحة لربما بين الدبلوماسية وبين أيضا ما يحدث على المستوى العسكري والأمني على الأرض، وهذا يعني لربما قد يعني نشهده خلال الأيام القريبة إلى أين ستتجه الأمور. وهناك من يرى أيضا بأن الرصاصة الأولى لربما هي من تغير أو لربما يعني تكشف الصورة الحقيقية، وما يتم رسمه من خرائط عسكرية أمنية في بعض الأحيان لا يتجلى ذلك أو ربما لا ينجح. ولذلك عندما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتحدث عن القوى النووية وأيضا يكشف كافة الأوراق، لربما هذا ينعكس أو لربما هذا دلالة أولا أو لربما عن عدم تحقيق ميداني للأهداف العسكرية من خلال نعم أهلا. إذا الآن سنذهب إلى التقرير الذي أعدته لنا حول المواطن الأوكراني الذي رافقته في رحلته من أوديسا إلى كييف. ما أن سارت عجلات هذا القطار متجهة نحو مدينة كييف حتى تكتشف داخل هذه الغرف قصص اللاجئين أو النازحين في الحرب الروسية الأوكرانية. 10 ساعات من السفر من مدينة أوديسا حتى كييف كانت كفيلة لسماع قصة هذا الشاب من مدينة خاركوف، تلك المدينة والتي تعرضت لقصف روسي منذ بدء الحملة العسكرية. تلقى وعدا من مجموعة أوكرانية بمساعدته للبحث عن ملجأ في مولدوفا، لكن سرعان ما وقع في فخ المحتلين الذين قاموا بسرقته وسرقت أمواله. لا نعرف إلى أين نذهب، ليس لدينا مكان نذهب إليه، لسنا قادرين على الوصول إلى خاركيف، هناك حرب في كل مكان على الطريق. نعتقد أنه لا يمكننا المغادرة بالسيارة ولا يتم السماح لنا بالخروج من أوديسا، وسنقتل. يمكن أن يحدث أي شيء لنا ولكننا معا. في هذه الأيام مررنا بأشياء كثيرة، بلدنا يقف، نحن صامدون مثل بلدنا، سوف ننجو منها وسوف ننتصر. يا رفاق ابقوا أقوياء، سوف تكون أوكرانيا كلها متحدة. عذاب لا ينتهي، نزاعات وحروب تدفع ثمنها الشعوب، ومن أسوأ حظا من أولئك الذين قست عليهم الظروف على وقع صقيع ودرجات حرارة منخفضة، فعتمة الليل لا أنوار فيها خلفتها قرارات الحرب الظالمة. فإذا ما تنقلت من مكان إلى مكان في شرق أوروبا حتى تستمع إلى ويلات الحرب وتداعياتها. أدهم حبيب الله من مدينة كييف، i24 نيوز. عودة إليك فاطمة، إذن في هذه الأثناء تم الإعلان عن أن موسكو استدعت السفير الأمريكي لديها، هل من تفاصيل حول هذا؟ إذن حتى الآن نرى أن هذه خطوة احتجاجية روسية بسبب المظاهرات التي تقام في أمريكا مقابل مبنى السفارة في واشنطن. هذا الأمر لا يعجب روسيا لورين، لذلك هي قامت باستدعاء السفير لكي تطلب ضمانات لحماية مباني السفارة وأيضا لحماية الدبلوماسية. عودة إلى موسكو على ما إلى كييف، على ما يبدو أن هناك أدهم قاذفات صاروخية في هذه الأثناء. نعم، سفارة الإنذار تدوي الآن في العاصمة كييف كما تستمعون الآن. هل تستمعون لذلك يا لورين؟ نعم أدهم، استمعنا. نعم. إذن السفارات الإنذار تدوي مرة أخرى للمرة الثالثة خلال الساعات الأخيرة، على ما يبدو أن هناك انفجارات. نحن بالطبع على الأقل في هذه المرحلة متواجدون في منطقة آمنة، ولكن كما أشرت هي المرة الثالثة التي تسمع الآن تسمع بشكل قوي. هل تسمعون ذلك؟ نعم. نسمع قليلا. سأبقى معكم. نعم.
يعني بالطبع تجدد القصف على مدينة كييف. قلنا لكم في السابق بأن هذه الليلة قد تكون ليلة حاسمة وليلة سوداء بحسب ما قالوه هنا في أوكرانيا السكان في مدينة كييف، الذين أشاروا بأن القصف يعني أو لربما هذه الليلة ستشهد المدينة قصف متجدد. وبالطبع هذا ما نسمع الآن خلال صفرات الإنذار التي تدوي في محيط العاصمة كييف. بالطبع أنا أذكر أيضا في هذا السياق، حتى هنا في داخل الفندق تم إصدار تعليمات لنا أيضا في حال يعني تم سماع أو لربما انفجارات قريبة من المنطقة بالدخول إلى الملاجئ. هناك احتياطات واسعة، لا نعلم ما هي البنية التحتية المتعلقة بالملاجئ وأيضا إمكانيات الحماية في هذه المدينة يعني، ولكن مثلا في مناطق أخرى تأخذ بعين الحسبان والاعتبار قضية الملاجئ وأيضا إنشاء الملاجئ، ولكن يعني كما استمعنا الآن صفرات الإنذار تدوي للمرة الثالثة. وإذا سمحتي لي لورين يعني أنا أريد يعني أن أذهب، هناك يعني إشارات على الأقل من إدارة الفندق بأن أدخل إلى المناطق الأمنة. نعم بالفعل أريد أن أشكرك حتى هذه اللحظة موفد آي 24 نيوز أدم حبيب الله وتوخى الحذر. إذن كما نرى أعزائي المشاهدين تجدد القصف على العاصمة كييف، وقبل قليل كان هناك الحديث عن سقوط قذائف في أحياء بالعاصمة الأوكرانية، وفي وقت سابق من هذا اليوم مراسل آي 24 نيوز كان قد رصد لنا وفادنا بوصول أرتال عسكرية وقوات مدفعية للعاصمة الأوكرانية بالتزامن مع تجدد هذا القصف. إذن وفي ظل كل هذه التحركات هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب الهجوم التي تشنه على أوكرانيا. في الوقت الذي تحاول فيه روسيا إيجاد حلول اقتصادية بديلة بعد فرض عقوبات غربية اقتصادية عليها، كان آخرها قرار إخراجها من نظام سويفت العالمي. بدأ يظهر جليا تأثير القرار الغربي على شتى القطاعات الداخلية الروسية، أبرزها القطاع التجاري والاستثماري. وفي تقرير حديث صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي يظهر أن الناتج المحلي الروسي الإجمالي انخفض بنسبة 3% في أعقاب فرض العقوبات مقابل ارتفاع مرعب بالأسعار وصل حافة 50%، متزامنا مع انهيار الروبل بنسبة 65%، ما يؤثر على القيمة الشرائية، الأمر الذي يمس بالمواطن الروسي بشكل مباشر بالإضافة إلى حظر التعاملات المالية في البنوك المركزية، ما أدى إلى اكتظاظ المواطنين حول الصرافات الآلية بمشهد لم تخبره موسكو قبلا. ومن جهة أخرى أدى منع المستثمرين الروس من التداول بالسندات الأوروبية إلى خسارات فادحة بقطاع الاستثمار الروسي والأوروبي على حد سواء، وفي موسكو ينتج ذلك عبئا إضافيا مباشرا على الأسعار العقارية، ما يحرك أحجار الدومينو الداخلية ضد الحكومة الروسية وفق رؤية محللين. فيما يتعلق بالرياضة، الفيفا والويفا يعلقان مشاركات روسيا في المنافسات القارية والدولية، والزميل في أتنتيفون نيوز وسام كبهة ستطلعنا على ما جرى. نعم، قبل قليل يأتي هذا القرار من الفيفا والويفا بالتساوي، سيتم منع كل مشاركة روسية في أي بطولة قارية أو أوروبية، سواء على كرة القدم للسيدات التي ستقام اليورو هناك في إنجلترا سيتم منع مشاركة المنتخب الروسي، وليس ذلك فقط بل الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية، على سبيل المثال تصفيات كرة قدم دوري أبطال أوروبا، سبارتاك موسكو الذي يلعب في الدوري الأوروبي يواجه فريق لايبزيغ الألماني، بذلك في دور 16 سيتأهل فريق لايبزيغ إلى دور ربع نهائي. هي ضربة قاضية لروسيا في كل ما يتعلق في الرياضة، ونحن نتحدث عن
روسيا التي قامت قبل أقل 4 سنوات باستضافة الحدث الأكبر كأس العالم في أرضها، وكانت علاقة مقربة تجمع بين جواني إنفنتينو وبوتين الذي كان بالفعل وقال بأن روسيا كانت أفضل مونديال لحد الآن. اليوم نرى هناك انعكاس، الفيفا تتعرض لضغوطات كثيرة تنضم إلى الويفا، هي سابقة في تاريخ كرة القدم أن يتم تعليق منتخب رياضي ليس فقط على سبيل المنتخب ولما أيضا على الفرق في كل الفئات بسبب العلاقات السياسية. نعم زميل وسام كبهة وزميلة فاطمة عمر خميسي، شكرا جزيلا لكما. بهذا أعزائي المشاهدين نأتي لختام هذه التغطية، دقائق ويلقاكم الزميل بشار صغير، إلى اللقاء.